مساء الورد على عيونكم واهلا بيكم في برنامجكم 3 في 1. نجمتنا هي ملكة زمانها وحقها، ما هقولي مين في فنها، نجمة وفي حتة لوحدها عمر ما استجرى حد يخشها، وكل كده كام سنة بتجيلنا موهوبة زيها. زوزو تقول لا شادية أكتر، قمر الزمان الله أكبر، في الغنى والتمثيل ملهاش مثيل، ما هي ماما دلال وبابا سمير، وبرغم زحمة شغلها ادت أسرتها حقها، عندها بنوتة عسولة اسمها القمرة كيلولة، معانا ومشرفانا النجمة الجامدة جدا جدا دنيا سمير غانم. العظيم نورانا. ميرسي قوي. ايه التقديمة الرهيبة دي؟ والنبي عجبتك؟ والله العظيم دي رهيبة ما شاء الله. دي ولا توفيكي حاجة؟ لا دي اوفر قوي. لا دي مش اوفر بجد. بص يا دنيا، قبل ما نبتدي الحلقة أنا عايزة بس أقول لك على حاجة. أنا عايزة أقول لك ميرسي، لأن في الزمن اللي إحنا فيه ده مفيش حد زيك. ربنا يخليكي. بتكلم بجد على المستوى الإنساني، مفيش مثلا تبقى بطلة ونجمة عمل ويروح حد يشتغل معاها ويكون مثلا طالع حلقة هيعمل فيها كام مشهد، فيشوف ان الحد ده عنده موهبة فيقول لا من فضلكم ادوله فرصة اكبر، ويطلب ويدافع ويساند. انت عملتي معايا كده خلاص، فلازم اقول لك عشان انت فظيعة. انت عايزوني ميرسي يا دنيا قوي بجد. والله العفو على ايه، بس ميرسي شكرا. بس لا، لان انت ما شاء الله شاطره جدا وبتضحكي قوي قوي ما شاء الله، وطبيعيه، مش بس يعني دم، يعني مش بس شاطره ودمك خفيف كده عادي، لا يعني كل حاجه فيكي بجد بجد ما شاء الله جميله فعلا. ربنا يخليكي ليا، وربنا عالم انا بحبك قد ايه. ميرسي. حب قوي بقى بقينا. طب بصي يا دودي، عايزين نرجع شويه للطفوله. يا ريت. اوكي يا ريت. عايزين نعرف، كنت انت اللي اشطر في المدرسه ولا ايمي؟ لا هو كنت انا اشطر في حاجات وهي اشطر في حاجات. انت في ايه وهي في ايه؟ يعني مثلا انا كنت ايمي مثلا تقعد ايه تحب تذاكر حاجات كده مثلا قبل الامتحان تبقى مامنه نفسها مش عارفه ايه، انا في مواد معينه ممكن اجي ليله الامتحان كده اقوم مذاكره وابقى تمام وشكرا. فاهمه؟ اه يعني مش لازم ابقى فاهمه طول السنه يعني. اخر حاجه انا زيك. يعني اخر لحظه دي اللي بتنقذ. اه والحاجات بقى الفنيه مثلا ايمي في الرقصه كانت اشطر مني، انا في الغنى كنت اشطر منها كده يعني. بس انت حفلات المدرسه والاذاعه بقى ايه؟ وايمي برضو كانت في حفلات المدرسه، بس ايمي بتعمل حاجات رقص كانت اكتر والتمثيل برضو، بس انا كنت الغنى اكتر يعني. طب مين فيكم كانت بتزوغ من الدروس؟ لا مفيش تسبيغ، بس ايمي بس ايمي كانت بتعمل حاجات مش طبيعيه في المدرسين اللي هم كانوا بيجوا يدونا الدروس، يعني كانت تعمل نفسها عيانه. انا مش عايزه احرق لك حاجات عشان لو هي جت معاكي حلقه هي تحكي لك بنفسها. لا ما هي كانت بتسالك حاجات تانية. ماشي. لا كانت رهيبه. كان في مثلا مستر مع يعني بسلم عليه يعني لو ربنا يديله الصحه، هو كان يعني كبير جدا سنه يعني كبير، وكان بيجي يدينا درس ماث في البيت، وبعدين دخلنا انا ومامي تقريبا انا وبابي حاجه كده، لقينا لا وانا وجدتي الله يرحمها، المهم يعني لقيت ايمي مطلعه الراجل على الكنبه عجوز قوي قوي حبيبي. لا بتزغزغه. والله العظيم. والراجل عمال كان اسمه ايه؟ كان بتغني له انت بقى يا حمام. لا كان سايباه كان اسمه مستر عزيز يا حبيبي. وهو كان يعني كان مثلا وهو بيدينا يعني احنا مثلا كنا في ابتدائي ولا حاجه كده، وهو مثلا ساعتها عنده حاجه و90 والله مش بأفور، بس هو كان شاطر يعني جدا. ده هي اللي شاطره انها قدرت تسيطر على والله العظيم. عايزه تزغزغه ومطلعه يقول لها يا بنتي حرام عليكي يا فندم. بجد كان غلبان جدا. ومعايا الورق يعني مضالي مر على ورقه معايا الورق اللي في جيبه اصفر الورق نفسه. يا عيني ده قدم. ايوه يا حبيبي. ده بيغسل الهدوم بالورق. عارفه اولا. بس كان رهيب. وبنشرهم. اه بس انا يعني لو ربنا يديه الصحه لو موجود انا بسلم عليه يعني مستر عزيز. يا مستر عزيز احنا بنحييك. يا رب تكون فاكرني. طب
قولي لي يا دنيا ما كنتش بتضربوا على فلوس الدروس؟ لا زينا كده احنا يعني عملنا استثمارات من فلوس الدروس والله والكتب. لا لا خالص ما عملناش كده خالص. ايه يا دنيا الادب يا دنيا؟ لا لا احنا والله كنا مؤدبين ولا زلتوا عسولين. طب قولي لي امتى يعني هنكبر بقى شويه، امتى بداتي تحسي ان دنيا سمير غانم هي اللي مشهوره، مش ان دي دنيا بنت الفنان سمير غانم؟ من اول وانا بتخرج من الجامعه عملت كباريه، ف البوت الابيض. البوت الابيض ده ايوه كان ذهبي. ذهبي كان ذهبي. أيوة. ايوه كان ذهبي زي ده النهارده اللي انا. هو ده ذهبي بس؟ ده بينك وعسل. بس انا وريت لشيماء ده في خدعه، هو كده بينك وكده ذهبي. لا سحر ولا شعوذه. فرحانه بيه بس. شايفين بس فرحانه بيه. المهم يعني فبقول لك بعد ما عملت بقى كباريه ابتديت احس انه الناس يعني الحمد لله يعني حستني بطريقه اكتر شويه يعني، وكان بعده على طول الفرح السنه اللي بعدها. السنه اللي بعدها تير انت، لا سوري، الفرح وتير انت كانوا في نفس السنه ما شاء الله. بس فهو من ساعتها حسيت انه الناس ابتدت تحس انه انا يعني منفصل عن اهلي يعني. لا يعني بصي انا عايزه اقول لك يعني بخلاف سميره بيره وبخلاف الفرح وبخلاف كباريه، لكن طير انت ده يعني ما شاء الله ما شاء الله، هو حاجه كده دايما مثلا يقول لك الفنان لما بيجي بيبقى عنده العمل اللي هو اللي في اعلى الكيرف وبقيه الحاجات، انت ما شاء الله طير انت هو بدايه الكيرف اللي لسه مكمل معانا، ويا رب يفضل مفتوح يا رب ان شاء الله دايما. طب قولي لنا يا دودي، قولي حبيبي، احنا طبعا عايزين الاول نبارك لك انك انت بقيتي سفيره النوايا الحسنه في اليونيسيف، فكلمينا شويه. ميرسي والله، هو ده يعني حاجه من الحاجات اللي تخض يعني حصلت لي في حياتي. استحقيها. ربنا يخليك. بس هو مش حاجه مش سهله خالص يعني، هو فكره ان انت تبقي سفيره نوايا حسنه لمنظمه زي اليونيسيف في مصر، وان انت تبقي يعني حد يحملك مسؤوليه انه عشان انت فنانه فباذن الله باذن الله هتقدري توصلي للناس اكتر من ناس ثانيه، ف يعني المفروض ان انا عندي لود او يعني عندي حاجات كتير قوي المفروض اقدمها يعني للبلد باذن الله يعني. فالحاجات اللي انا متخصصه فيها هي التربيه الايجابيه. الكلمه نفسها بقى عجبتني جدا، لانه التربيه دي من الحاجات الصعبه قوي اللي الناس كلها فيها مدارس كتير، والناس كلها بتبقى مش عارفه هل نشد ولا هل نبقى بالراحه ولا ايه الموضوع. فانا من يوم ما خلفت كايلا وانا اوريدي بتعامل معاها دايما بالراحه وبفهمها بالراحه، لقيت انه ان طب ماما كانت بتضربني بالخرطوم، دي تربيه ايجابيه؟ لا. وبابا بالحزام؟ لا احلفي على طول. بجد؟ لا بجد والله. احنا اختي بقى كانت بتتضرب بالشماعه. انا المفروض شغلتي فيني سافر. انت كده بتدمري لنا حياتنا. انا اصلا المفروض احنا بنحارب العنف في الاسره يعني في البيت، المفروض الاهل دايما يفهموا اولادهم بالراحه. فانا اتبسطت ان انا طريقتي مع كايلا هي الصح يعني. كنت بقعد مع نفسي والله كتير اقول يا ربي طب انا اشد صح ولا انا يعني بدلعها. يعني طبعا بتكلم بطريقه شويه فيها حديه او بقولها يا كايلولا مش عارفه ايه، دايما بحب افهمها بالراحه وابقى عارفه انها مش تفهمني، بس شويه هتفهم يعني اتعودت. هو ده التربيه الايجابيه المفروض يعني. انا الحقيقه بشكر ماما جدا على التربيه الايجابيه اللي ربيتها لي، اللي هي اللي عارفه. وكان الخرطوم دايما وانا تحت السرير ايه، فاستخبى، كان في دايما في طشت كده فاستخبى وراه، فتلاقي تروح عندها تكتيك كده تكنيك تروح الزر بقى وتلاقي الخرطوم راح لافف بعد وجايبني برضه وبتجيبك جابني ما تسيبنيش. وتطلعي بقى وانت وحظك تلاقي تحت العين هنا مزرق يعني، تلاقي في القوره والله. بس انت طالعه ما شاء الله بني ادمه جميله. ما هو ايجابيه. يعني والله دي ايجابيه يعني، هي عرفت تتعامل معاكي. يا دودي انا من قشرتي ليكي، انت مش بتعملي كده بس ولا هتعملي كده بس مع الاطفال، انت كنت بتعملي كده معانا في اي اوردر، بتبقي مهتمه ان تبقى كل الناس كلت وحلت مش كلت بس. وكمان عرفت ان انت كنت برضو في اكس فاكتور بتعملي كده، ولازم التيم اللي معاكي مطلعنهم لازم ياكلوا ويبقوا شبعوا يعني. ليه واخده الموضوع اللي مش بتنحتي ليه زي بقيه الناس؟ مش عارفه، لا بحب الناس كلها تبقى مرتاحه كده ومبسوطه، وبحس ان بالذات الفن يعني لازم تبقي بتشتغلي وانت مبسوطه كده، وانا جوايا ام قوي ف اهتم بالناس. دلوقتي هنروح للشخصيات.
هنسألك سؤال على موضوع وانت تردي علينا بشخصيات من اللي انت قدمتيها في الافلام وفي المسلسل. اوكي اوكي حسب الموضوع هتردي علينا بالشخصيه. طب قولي لنا ليه هديه ثابت مسلسل الكبير؟ هل كان في خلافات مع النجم الجامد احمد مكي؟ اقول لك. قولي لي. الناموس. اه الناموس كلنا كلنا، كان بيقعد يعضعض فينا ده 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 لحد اما خلاص. انت هتقولي لي على المزاريطه؟ فوق المزاريطه دي كلنا اتزروتنا في الناموس. هراني ورب العرش نجاني. بالظبط الناموس. وبعدين حسيت انه شبابي بيندفن معايا تحت الجلابيه والباروك. يا بوي هي دي الاجابه الحقيقيه. كفايه يعني حسيت ان خلاص. يعني نقدر نقول ان انت كنت زهقتي من الشخصيه او حاسه ان انت يعني خلاص ما فيش حاجه جديده بتقدميها فيها فعايزه تقدمي حاجه جديده. حسيت ان انا يعني عايزه بقى اعمل حاجه جديده. وعلى فكره انا قلت يعني اخر جزء لما مكي بعت لي في الكبير الجزء اللي انا ما كنتش موجوده فيه وكنت اوريدي خلاص اتفقت على مسلسل لهفه، قلت له على فكره لو انت هتعمل حاجه جديده انا ممكن اجي اعملها معاك ما فيش مشكله، بس لو هتعمل كبير تاني انا مش قادره. يعني بحب المسلسل وبحب الكاركتر هديه وبحب كل الناس اللي اشتغلت في العمل يعني جدا جدا، بس يعني حسيت انه انا كفنانه يعني عندي حاجات تانية بقى عايزه اطلعها يعني. طب بما انك بعد هديه رحتي اللهف يبقى احنا كمان نروح للهف. اوكي اشمعنى بقى لهفه بما انك انت فنانه مشهوره يا لهفه؟ يعني اشمعنى بيجي لك عروض من منتجين كتار بس انت بتحبي تشتغلي مع المنتج العسول هشام جمال؟ عسول قوي لانه هشام رغم اللي هو سنه صغير وهو يعني منتج لسه ما عندوش يعني رصيد اعمال كبير، لكن انت بتحسي اللي انت قاعده معاه حد خبرة جدا. صح. بس طب ما ضايقكيش ان هو ساعات بيبقى نرفوز؟ هو نرفوز بس مفيش مشكلة، يعني انا بعرف يعني اتعامل الحمد لله وانا بروفيشنال جدا. بروفيشنال اهم من الشمولية البروفيشنال. الشمولية. طب نروح لنيلي. احكي لنا عن نيلي وتجربتها يعني في الكواليس مع ايمي في المسلسل. بحب ايمي قوي عشان هي very talented و عارفه بتضحك، يعني عارفه ممكن تقول لك حاجه on the spot كده وتضحكي قوي يعني. فاهمه؟ Yes I know. انتي اوريدي جيتي معانا وشفتي هي كانت بتعمل ازاي. يس انا كنت فتحي. ايوه انتي كنتي فتحي. اي لافد فتحي، كنتي تحفه. انا النهارده ام فتحي مش فتحي. طب قولي لنا ايه سبب نجاح تتر نيلي وشريهان؟ تتر نيلي وشريهان طبعا اللي عمله البروديوسر هشام، هشام جمال، لانه هو هيز فيري تالنتد برضه، هو اللي عمل اللحن وهو اللي عمل الفكره بتاعته و ات واز يعني صايعه منه قوي انه عمله ان هو عمله زي الفوازير لانه المسلسل اسمه نيلي وشريهان. اوه ياه فاهمه؟ افري سامي. ايوه وبرده نيلي وشريهان، بس لازم نعمل يعني وقفه عشان نتكلم على نيلي وشريهان في حاجات كتير، زي انه كانت اجمد حاجه انه انا وايمي كنا مع بعض. طبعا. وكمان ان المخرج مش طبيعي احمد الجندي، هو شاطر قوي ما شاء الله. كمان الكرو بتاع التاليف كله كله الكرو بتاع التاليف كله المؤلفين كانوا كلهم تحفه. اكتر برضو كمان الميوزك مادي اللي كان عامل الميوزك يا مدودي مدود المدود. بس فكل الناس مصطفى خاطر بقى وفيديو وحمدي وثروت ومدام سوسو سلوى خطاب وبيومي، كل الناس كانت جامده قوي. احنا بنحييكي قوي قوي على نيلي. يا نيلي وبتاعتها جامده نيلي. نرجع تاني بقى يا دنيا وعايزين نروح لطير انت. عامل لك سبع شخصيات. لا الشخصيه
اللبنانية. تكلمينا عن مسلسلك الجديد بالشخصية اللبنانية أو مسلسلنا. أيوة مسلسل. بقلك يعني أنه هيدا مسلسل رح يكون بإذن الله، بإذن الله كتير مهم إن شاء الله بإذن الله، لأنه هو يعني قصته جديدة على الناس، وبتمنى يعني أنه انت اكيد ملبوسه هدول. لا ما تقوليليش كده. هيدا شيء ما بيصدق. شو يعني ملبوسه؟ كيف يعني؟ يعني عليك عفريت شخصيات اكيد. ولك هيدا وشي حلو يعني. اه ما شاء الله طبعا. ايه باذن الله. بليز كيف العفريت جوالي بليز. طب يا دودي ممكن بقى تسمعينا تتر نيلي وشريهان؟ ماشي. يلا. با 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 بارارارا با 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 بارارارا با 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 بارارارا بارارارا تكتك بقى تكتك تكتيك واحسبها كويس خليك عارف ان حياتنا بسيطة وان الدنيا دي رسومات شيك اختار الوانها بتأني سيبك من الاسود والبني خليك في الالوان الفاتحه تلقى حياتك تضحك ليك تك تك اهدى في ناس عايشين عالفول والطعميه سنين ناس تعبانه وطفحه الكوته لكن بعشتهم راضين دنيا فلوس في فلوس في فلوس قالوا ان المنحوس منحوس يقعد يجري ويجري ويجري ويعلقوا على راسه فانوس يوم ورا يوم ولحد ما يكملوا 30 يوم ترارا ترارارا وما بين عيشة قصر وبدروم هتشوفوا حكاياتنا وأحلامنا وحسكوا عينكم حد يقوم اوعوا تروحوا شمال ويمين لغز وحدوتة وأغاني كمان افطروا حلوا وقعدوا يلا استنوا نيلي وشريهان الله طيب يبقى اوعوا بقى تروحوا شمال ويمين وخليكم قاعدين مستنين وهنرجع لكم على طول بعد الفاصل رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معانا ومنورانا نجمتي المفضله واكيد نجمتكم المفضله انتوا كمان دنيا سمير غانم ميرسي قوي والله عايزه اقول حاجه قلتها لك في الفاصل بس عايزه ارفعي للناس الورقه اوري لهم الكاركتر الفظيعه دي يا خلاصي يعني عايزه تتبظ فعلا بجد والله ممكن تدلعيني شويه يا دودي قبل ما نكمل زي ما بتقعدي تقولي لي ما لازم تتبظي تتبظي ودي اسمها ايه نسيكك ونشفتك كده الزليزه 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 دي كلمه من اختراع ايمي عشان بس هي المخترعاها الكلمه وده نوع من انواع الدلع اللي طول ما احنا في التصوير فديجي تمسكنا بقى تتبظي والزليزه فتخيلوا بقى الاعمال الحلوه دي بتطلع من الروح الحلوه دي اتعلموا طب هنلعب شويه دول بليز ماشي عندنا لعبتنا دلوقتي اسمها كلمه ونص هنسالك اسئله وترد علينا بكلمه ونص قولي لنا ايه اول حاجه حبيتيها في رامي وطبعا لازم الاول نسمع له تحيه كبيره 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 اول حاجه يعني ينفع اقول حاجتين قولي حاجتين طبعا ثلاثة أربعة ده رامي ودي دنيا نقول ايه ثقته في نفسه ونظرته ليا ايه اكتر حاجه بقى مش عاجباكي فيه يعني فكره ان هو مثالي عايز كل حاجه تبقى ماشيه صح قوي فما فيش كده يعني ما ينفعش بس برضه هو عسل لا هو عسل طبعا طبعا ما حدش يقدر يتكلم
طب قولي لنا اه في حاجه برضو من رامي بتضايقني إيه؟ وبتعمل معانا مشكله، بس هي الحمد لله بتحل شويه. لما بيتخانق معايا ساعات بيقوم قايل لي في وسط الكلام كلام لغه عربيه، فانا بضحك فاهمه، بقول له انا تقول لي الكلام ده خارج سياق مثلا يعني، خارج سياق موضوعنا حاجه كده يعني. طب كلمه ده المذيع اللي جوايا يا حبيبي. ايوه فاهمه. فانا طبعا ما ينفعش حد يتخانق معايا يقول لي كلام بجد ما بعرفش يعني، فبضحك بقى. هي دي يعني حاجه بتضحكني الصراحه. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك. طب قولي لنا ايه اكتر مسرحيه بتحبيها للفنان سمير غانم؟ كل المسرحيات واحده. ينفع اقول مثلا اربعه؟ واحدة. شو انت قلتي؟ قولي براحتك. قولي براحتك مش عارفة. الشرير قولي براحتك. انا عايزك تقولي سبعة. ايوه انا بعشق المتزوجون، موسيقى في الحي الشرقي، اخويا هيسون لايس، فارس بني خيبان، يعني عشان قلت بس بحب اكتر كمان من دول، بس هما دول يعني عشان قلت اقول اربعه بس. يعني هما كلهم حلوين. وتحيه كبيره للفنان الكوميديان العظيم الكبير استاذ سمير غانم حبيبي. قولي لنا ايه الصفه برضو اللي في امي او في والدتك استاذه دلال تحبي ان انت تغيريها فيهم؟ بصي هقول لك حاجه، انا كبني ادمه بحاول يعني في الوقت اللي انا فيه دلوقتي ان انا اشتغل على نفسي في حاجه في شخصيتي، يعني هي الحمد لله موجوده فيا ومتعلماها من بابي ومامي قوي، ان انا نفسي ابقى دايما بتقبل الناس زي ما هي. يعني بحاول كل ما الاقي حد في حاجه بتضايقني احاول اكسبتت، يعني احاول اتقبلها. هو اتخلق كده خلاص، فهو كده وانا كده تمام، عشان نعرف نكمل. لان ممكن وارد مثلا تشتغلي مع حد يبقى هو دماغه مختلفه عنك، يبقى هو شخصيته مش تبقى الانرجي بتاعته مش قادره تستحمل. يعني بيحصل لنا انه ان انت يعني ممكن تشوفي حد ما تقبليهوش عادي، بس انت ما دام احنا دلوقتي تربينا في عمل معين مثلا، او يعني خلاص بقينا مع بعض في حاجه، لازم تقعدي بقى تدوري على ازاي هتتقبلي البني ادم. فانا بقيت يعني كمان بشوف يعني مامي وامي مثلا ممكن يبقى فيهم حته عصبيه شويه، بس انا بحبها يعني ما بتضايقش. يعني امي عصبيتها بتضحكني، مامي عصبيتها بتضحكني، الاثنين لما بيتخانقوا مع بعض هتسخسخي يعني فاهمه. بيعملوا ازاي مثلا؟ مش عارفه اشرح لك، بس خناقاتهم بتضحك يعني. ممكن لما امي تجيلك بقى ان شاء الله تحس ان هي سنه كوميدي كده جدا، تبقى كوميدي بس هم واخدين الموضوع جد. بس وبجد وبيبقوا يعني ما فاهمه بيزعقوا وبتاع وفي مشكله، وبتبقى عاده اغلب المشاكل على كلاب امي. فاهمه يعني لحد دلوقتي مش مشاكل كلاب ايمي، يعني ايمي اتجوزت وسابت كلاب برضو في البيت عند اهلها وبتدافع عنهم وبتدافع عنهم. طب قولي لنا يا دنيا، لو انت ما كنتيش ممثله كنت تحبي تبقي ايه؟ مدرسه اطفال. انا قلت نقعد بقى كده نلعب وفاهمه نغني بالطراوه، ارسم الهرم وارسم البحر وشكرا روحت كده الميس. الله قبضت. بالظبط كده. قولي لنا لو طلع لك جني وقال لك اتمني امنيه واحده تتمني ايه؟ قريت اكسرسايز كده في المديتيشن انه انت ينفع ترجعي بالزمن لورا، تروحي في الزمن بتتخيلي ان انت بتركبي اسانسير وبتدوسي على مثلا سنه 1964. بجد والله ما جربتوش عشان انا خفت اروح ما ارجعش. والله فعلا خفت اعمله، لانه افرضي تلعب بجد. لا ما تخافيش، احنا الفقره الجايه هنرجعك بقى بالمديتيشن دوت، بس ايه يعني من غير اسانسير ولا اي حاجه. هنرجعك كده بالزمن وترجعي تاني عشان تعرفي بس اللي نخاف عليك. اصل انا شفت بنت ما رجعتش يعني حكيت لي، ما اعرفش بتشتغلني ولا لا. يا اكيد يا دنيا انت غلبانه قوي، يعني ايه واحده رجعت بالمديتيشن؟ والله انا بقول لك بجد، قالت لي ان هي عملت اكسرسايز وهي ومامتها كانوا بيتمرنوا كتير جدا مع بعض، وبعدين هي عملت اكسرسايز طلعت بره الارض، يعني بقت شايفه الارض وما عرفتش تطلع لولا ان هي ومامتها كونكتد او يعني في لينك ما بينهم. بعتت امها بقى راحت جايباها. امها شفت امه شافته واخته شادبه. لا دول بيسرحوا بيكي، وكانت هي بس متعشيه بساره فالخيال عندها عيني. بس سمعت كده والله لازم اعرفها بنتي والله كده. احنا اللي هنوديها ورا الشمس بقى تروح. قولي لنا يا دنيا، هقول لك اربع كلمات وتختاري منهم واحده بسرعه جدا بسرعه. اوكي ماشي. سينما، تلفزيون، مسرح، غنى. سينما. الله.
اشمعنى؟ هقول لك انا ليه يعني هتحللي لي حاجه شخصيتي؟ لا يعني اصل هقول لك السينما هتقدري تعملي فيها كل الحاجات التانية. مين اكتر حد بتحسي ان هو مؤمن بموهبتك قوي؟ غيري. غيرك انت؟ عشان انا يعني ببصم والله. يعني الحمد لله في كذا حد في حياتي. اول حد الايمان الرهيب الشديد الفظيع والتشجيع اللانهائي يعني بابي طبعا، ربنا يخليه جدا، ومامي اكيد وامي جدا، بس بابي ما اعرفش بحس في حاجه انا وهو كده ما اعرفش زي بعض، حتى في العادات اللي ليها علاقه بالشغل ما اعرفش ازاي يعني، بس فبحس هو ومن وانا صغيره هو على طول شايف فيا انه انا هبقى مطربه وهبقى ممثله، ويعني عمره في حياته ما قال لي حاجه تضايقني ولا كده ليه علاقه بالفن خالص. ومامي طبعا، بس مامي اكتر حاجه يعني مامي البوزيتيفيتي بتاعتها بتطلع دايما بتدعي لي دايما، ومامي دايما مركزه كمان في الحاجات المذاكرة، يعني اللي هو لازم تذاكري، لازم تبقي رايحة حافظة كويس قوي، لازم تبقي ملتزمة، الحاجات العملية في الشغل، عملية العلاقات مثلا بتاعة الشغل كده يعني. لحد اللي بعد كده بقى قابلته في حياتي، شفت الإيمان بتاعه بموهبتي جدا، هشام جمال. حقيقي يعني هشام من الناس اللي قابلتها في حياتي. كان عندي أحلام كتير قوي، الحمد لله بنحققها مع بعض يعني، واحدة ورا التانية الحمد لله. يا رب نفضل كده على طول. هو من الناس اللي بتشجعني قوي يعني، مثلا أنا كنت طول حياتي فاكرة أنه أنا مش هعرف أعمل الحاجتين دول مع بعض. يعني كنت عندي دايما إحساس بتاع أنه أنا لو يعني أن إحنا دايما بنتقبل يا الممثلة يا المطربة، ما بقاش فيه يعني، بتلاقي دايما واحدة مثلا بتمثل لكن لما تيجي تغني ممكن ما تنجحش قوي، او واحده بتغني تيجي تمثل ما تعرفش تعمل لك اعمال كتير مع بعض. بس هشام الحمد لله عرف يحقق معايا فكره ان انا يبقى عندي البوم، وان انا الحمد لله يبقى عندي فيلم او مسلسل كده يعني. ربنا يا رب. ثانيه اقول الحد برضو اللي مؤمن بيا جدا وتشجيع، وبالنسبه لي احب اقول لكل الرجاله يعني اللي موجودين انه قد ايه لازم تبقى بتشجع مراتك بالطريقه دي، رامي يعني شيء يحترم عليه. ربنا يحميكم لبعض، والله اكبر في عينين كل الحساد والنبي، ربنا يحميكم يا رب. كايلة قالت كايلولا وهي بتعيط وهي بتضحك خلصين. لا كايلولا مثلا انا بوديها النيرسري، اوديها الحضانه، فوانا ماشيه بقول لها ايه كايلولا لا اله الا الله، بتقولي محمد صلى الله. وحاجة تانية والنبي من كايلولا. حاجة تانية كايلولا عندها أي حد لابس، يعني أنت مثلا لابسة دريس تقول لك أنت عروسة؟ عندها أنت دلوقتي سيماء عروسة. أي حد لابس دريس يبقى عروسة. شايفاني رايحة بقى خارجة الشغل فنانة حاطة ميك اب، مامي عروسة يعني. عندها كده. ربنا يخليها لك. ربنا يخليك. بعد بوسة كبيرة لأحلى كايلولا في الدنيا، وهنروح فاصل ونرجع لكم تاني، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، والعسل السكر اللي مفيش زيها دنيا سمير غانم هتلعب معانا دلوقتي. ماذا لو؟ هنسألك سؤال ونحط لك ثلاث صور اختيارات تختاري منهم، اوكي؟ أول سؤال، لو هترجعي بالزمن والمفروض إنك هتعملي دويتو مع مطرب من دول، يكون مين؟ اوكي. عبد الحليم حافظ ولا محمد فوزي ولا محمد عبد الوهاب؟ دويتو. هتغنوا مع بعض يعني حاسه ان انا الثلاثه عايزه من كل حد حاجه، وينفع ابقى انا يعني عندي اكسبشن كده؟ لازم حد واحد بس يعني، مش عارفه يعني عبد الحليم ومحمد فوزي الصراحه الاثنين نفسي اعمل معاهم دويتو. مين بقى فيهم؟ بس نفسي محمد فوزي يبقى البست فريند بتاعي. هو تحسيه طيب كده قوي، وليه برضه في الاطفال وماما زمان قالت أيوة. هتمشوا مع بعض. ايوه بالظبط، يبقى الفنان محمد فوزي. لا برضه عبد الحليم برضه. لا 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 دويتو عبد الحليم. طيب معلش خلاص انت اخترتي. ماشي خلاص ماشي محمد فوزي ماشي. السؤال الثاني ماشي،
لو اللي هتمثل قدامك في نيلي وشريهان حد غير ايميل عسل، تختاري تكون مين؟ اوكي. منى زكي ولا هند صبري ولا غدا عادل؟ طيب هي هند اوريدي، يعني هند بموت فيها، اوريدي جت في نيلي وشريهان كانت ضيفه، فعشان كده انا هستثنيها. شفتي الذكاء يا وعدي. اوكي. وغادة كان عندها مسلسل سكر زيادة في نفس السنة، فخلاص. منى برضو كان عندها مسلسل، انا شكلي اهبل. ومنى جت لا بس ما جتش في نيلي وشريهان، جت في اللي قبلها، بس انت شكلك كده عايزه منى. يعني مش عارف يبقى منى زكي. طيب السؤال اللي بعده، عايزاكي ترتبي الاعمال اللي هتظهر دي بناء على احساسك بنجاحهم، ايه الانجح وايه اللي بعده، يعني لحظه ما هم نزلوا. اوكي ماشي. نيلي وشريهان ولا طير انت ولا قصه شتاء ولا الفستان البامبي؟ لا انا ممكن اشرح لك كل واحده كانت ناجحه في حته. اوكي تحبي كده؟ اوكي معلش. يعني طير انت مثلا كانت درجه نجاح انا ما شفتهاش في الافلام، يعني انه كنت بشوف مثلا التليفوني، كنت يعني حاطه التليفون والله العظيم بجد بلاقي الحمد لله، يعني كل الـ يعني ببقى عارفه ان اللي بيتكلم ده طالع من حفله 6، حفله 9، حفله 3، كده ما شاء الله ورا بعض. وكنت ما بدخل السينما بلاقي الناس كنت هتجنن ونفسي اصور جوه السينما، بتخبط برجليها كده بالكرسي من الضحك. الله. يعني فكان ده احساس فظيع في نجاح الفيلم ده الحمد لله. الحمد لله. الكامبين بتاعت الاعلان دي لفستان البامبي دي كانت يعني بالنسبه لي النجاح كان فكره انه مش سهل ان انت يعني كانت من اول الحاجات ان انت تعملي كامبين خيريه. صح. تنجح قوي كده، والكاركتر كانت ناجحه قوي مع الاطفال الحمد لله. فدي كانت ناجحه، يعني ممكن تزودي على نفس ستايل النجاح ده بس اكتر شويه كمان مع الاطفال ومع الكبار الحمد لله. نيلي وشريهان. نيلي وشريهان. قصه شتا كنت يعني كنتش متخيله انه اصلا الناس هتبقى ان انا بالنسبه لهم حد هيبقى مثلا بيشغلوه في العربيات بيسمعوه، ولا يعني فعلا ما كنتش بشوف نفسي كده، نفسي اغني وكده بس بقعد اقول لا اكيد يعني ممكن اغني مثلا جوه فيلم جوه مش عارفه ايه، لكن ان يبقى عندي اغنيه تنجح كده يعني الحمد لله وتبقى اعلى فيورشيب على يوتيوب، يعني كنت تاني مطربه على العالم كله، فده كان برضو الحمد لله. طب بما ان هم كلهم اعمالك فيعني عشان نعدي السؤال ده اختاري لنا عمل واحد اكتر واحد حسيتي فيه لحظه نجاح ما تنسيهش. ممكن يبقى اخر حاجه نيلي وشريهان. يبقى نيلي وشريهان، وتحيه لمسلسل. طب قولي لنا يا دودي، لو واحده من الاغاني دي كانت هتبقى بتاعتك تختاري انهي اغنيه؟ اوكي. يارا اغنيه انت مني. ولا نانسي عجرم اغنيه احساس جديد، ولا اليسا اغنيه لو تعرفوه؟ لا يارا انت مني. يارا يبقى تغنيها لنا بقى. مش حافظاها والله بس انا بحبها. طب دلوقتي هم في الكنترول كلهم مصممين وعايزين يسمعوا احساس جديد. احساس جديد بقلبك بيزيد، بتحس وكلمه بتطلع فيا، انك عطول في مشغول، كتير بتشتاق لي وبتموت عليا، انا ما بدي تقل كلام، يدوب قلبي حنين وغرام، انا ما بدي تقل كلام، يدوب قلبي حنين وغرام، بكفيني اللي بحبك، هيدي الكلمة بتقتلني. الله الله. الله يا دودي ما شاء الله. قولي لنا يا دودي السؤال اللي بعده، لو هتعملي فيلم غنائي مع إحدى هذه الفنانات النجمات تختاري تكون مين؟ اوكي. سعاد حسني. الله يرحمه. ولا شادية ولا صباح؟ انتوا بتحطوا ناس محيرة قوي والله. طب ممكن اختار التلاتة بقى اقول لك كل واحدة لسبب؟ اعملي لي اكسبشن بقى لو سمحتي. انا ما اقدرش اقول لدنيا لا. والله ما اقدر اقول لدنيا لا.
اولا سعاد حسني طبعا يعني اسطوره مش طبيعيه طبعا. وفي حدث حصل يعني لسه هو حصل لي من قريب جدا، هو انه مهرجان منظمه الامم المتحده بيتكلم عن ابناء زمن الفن الجميل، كل عيله منهم بتدي لممثل موجود من الموجودين دلوقتي يعني هم شايفين انه شبه النجم اللي من عيلتهم. فعيله الفنانه سعاد حسني اختارتني انا وادتني التكريم ده، فده كان شيء يعني بالنسبه لي كبير قوي قوي. مبروك يا دود. الله يبارك فيك. فده كان شيء فظيع. يبقى نقدر نقول انك اخترتي سعاد حسني. لا ما انا هقول لك بقى حاجه ثانيه. بالنسبه لي الفنانه شاديه من الفنانات اللي يعني هي بتطلع حنيه وحب كده مش طبيعي، غنى تحفه وتمثيل تحفه، يعني برضو خطيره. مش يعني طبعا لو عندي فرصه ان انا اشتغل هبقى عايز اشتغل مع الثلاثه. بالنسبه لصباح فانا بعشق طاقة السعادة والدلع واللي هي بتطلع، لا بالذات البوزيتيفيتي او الايجابية اللي هي انا طول حياتي بحاول ادور عليها، هي موجودة فيها يعني. يعني الست كانت بتعشق الحياة لاخر لحظة. ف يعني انا والله العظيم مش بأفور، بس بجد رامي بيحس ان انا متخلفة لما بسمع الاغنية بتاعت ساعات ساعات على البحر بعمل كده. وغريبة والله من كتر ما انا بحبها، فاهمة؟ بحب الاغنية وبالاغنية بجد بحس ان انا عايزة اعمل كده يعني. فهو بيحسني يعني فاهم متخلفة، بس مش مشكلة عادي. لا انت عسل يا دودي. طب لو انت يا دودي اتولدتي في زمن الفن الجميل، وانا اعتقد اصلا ان انت لسه عايشة ده بجد. انت رجعت انا اكيد اكيد كنت موجوده قبل كده وجيت، ولا مش عارفه، بس بحس ان انا يعني ساعات بشوف امريكا بحس ان انا كنت موجوده هنا زمان في الابيض واسود. طب قولي لنا بقى لو انت كنت فعلا مولوده في الزمن ده وقدامك ممثل تحسي ان هو ده اللي هتبقي على طول بتمثلي قدامه اغلب افلامك وهتنجحوا مع بعض ويبقى في بينكم كيمياء، يكون مين؟ احمد رمزي ولا عمر الشريف ولا رشدي اباظه؟ ثلاثه يعني مش طبيعيين في الجمال. يعني هم طبعا الثلاثة نجوم، بس مين أكتر شبهك تحسي إنه هيبقى فيه شقاوة ورومانسي وكل الحاجات كده شبهك؟ ممكن أقول رد دبلوماسي لطيف. اتفضل. الفنان أحمد رمزي من الفنانين اللي أنا بعشقهم من وأنا صغيرة، والفنان الوحيد في حياتي اللي كنت من يوم ما اتولدت بزن على أهلي إن أنا أشوفه لحد ما طنط ميرفت أمين القمر حبيبتي ربنا يخليها لي طبعا إدتني تليفونه لما كان عايش يعني الله يرحمه. الله يرحمه. وكلمته وكنت انا لسه بعمل يعني ما كنتش لسه عملت الحاجات اللي هي يعني مش يعني قبل مرحله كباريه كنت بعمل كذا يعني مسلسلات. يعني انا نفسي مش معروفه يعني، قلت له دنيا سمير غانم فعرف بس بقيت الاسم يعني ان هو انا بنت سمير غانم وخلاص. قلت له انا عايز اسلم على حضرتك، ورحت له مخصوص في الساحل الشمالي يوم وسلمت عليه. والفنان عمر الشريف برضو يعني كان عندي الحظ الجميل ان انا قابلته مرتين في حياتي او ثلاث مرات في مهرجانات يعني، فهختار رشدي اباظه بقى عشان ما قابلتوش. يبقى الفنان رشدي اباظه. طب قولي لنا يا دودي لو هتختاري فيلم من الثلاثه دول لحد من الممثلين دول انت هتمثلي قدامه البطوله، يبقى مين؟ اوكي. وانهي فيلم؟ مش عارفة والله يعني. لا ده سؤال. ما هو بصي هقول لك ممكن يبقى الدور البطولة النسائية. ما أنا فاهمة يعني أبدل نفسي ما كان يعني البطل. يعني الدور ده كان عاجبك قوي إنه كنت أنت حابة تعملي تقدمي فيه حاجة مختلفة. مش عارفة بقى، مش عارفة خالص. والله فعلا متحيرة قوي. ممكن يعني بما اني ما عملتش خالص في حياتي دور رقاصة، بس احب اعمل الراقصة والطبال مثلا مع احمد زكي. الله حلو الاختيار ده. اختيار اوت اوف ذا بوكس. طيب يا دودي دلوقتي انت كمان لما عملتي اغنية فيلم هبتة ما شاء الله نجحت وكسرت الدنيا الحمد لله، والاغنية دي قريبة قوي 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 لقلبي ولقلب كل الناس، ممكن تسمعها لنا؟ اسمعها لك. بنتقابل وتيجي عيوننا في عيون بعض، ونتكلم نلاقي ان احنا نشبه بعض، نحس بحاجة مش فاهمين تفاصيلها، واجمل لحظة في
في الحدوتة أولها وبعد شوية نتجرأ ونعملها ونفتح يوم قلوبنا لبعض. الله وطبعا علشان النجاح مش صدفة فهي بقت ما شاء الله دنيا سمير غانم. هنطلع لفاصل ونرجع لكم تاني بسرعة، استنونا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ودلوقتي جه معاد لعبه ابجد هوس. هشرح لك اللعبه كده ببساطه. اوكي. اللعبه ان احنا، انت عارفه الحروف الابجديه طبعا، هنعمل من الحروف الابجديه دي قصه. يعني مثلا انا هبتدي بحرف الالف اقول جمله من قصه، انت بالبيت تقولي جمله من قصه. أوكي. فقولي لي انت اختاري القصه اللي نمشي فيها تبقى ايه. ماشي. نقول مثلا ايه، يعني انت مثلا تقولي حاجات خياليه بتسرحي بيا وانا بقول لك حاجه. المديتيشن برضو لسه مكمل معايا. نروح مثلا زي صاحبتنا. ماشي. عايزه مديتيشن او الاثنين بيشتغلوا بعض مثلا؟ بيشتغلوا بعض. بصي اي حاجه اصلا. ماشي. الاثنين بيشتغلوا بعض. هي لازم نبقى ماشيين بقى نفس القصه. اه نفس القصه في السياق. هو انا اعمل من الحروف قصه. ماشي ماشي. يلا ابتدي انا. ابتدي. ايه ده انا خسيت قوي بجد. تخيلي ما بقاش فيه ولا فستان داخل فيا من الفساتين القديمه، كلهم وسعوا عليا، بقوا كبار قوي. ثعبان معدي. ده في السياق. هقول ايه طيب؟ حرف الثاء. انا مش مركزه في السياق على قد ما اجيب. ابتدي بالثاء. اقول ايه بالثاء؟ ثعبان يلف على رقبتك يا كدابه. مش عارفه. مش عارفه. طب يلا جيم. جسمي بقى مجنن كل البنات. حاسبي لحسن تزلزي اكتر. خفيش عليا يا قناعه. خفيش عليا خالص، انا محافظه على اكلي. ده انت بتهزري. زيل وطلع لي بتاع وكلته، اعمل ايه تاني؟ اكلت يعني. روحي يا شيخه كده. زي هيفا وهبي بالظبط، انا بقيت. الريزنس. سين. سيبك بقى. سيبك. سيبك. سيبك من اللعبه دي. شويه كمان ونبطل لعب. ايه ده اللعبه دي؟ صد. صبرك عليا يا شوشو. ضميري مأنبني على اللي بعمله فيك يا دودي. طب اعمل ايه دلوقتي؟ ظبطي معايا بقيه الحلقه ونخلع سوا مع بعض. ايوه. عيب عليكي، عيب عليكي، انت بتقبضي فلوس ما ينفعش تمشي وتسيبي لهم البرنامج. غبيه. انا معاكي حق فعلا. طيب بما ان انا اللي خسرت يبقى انا هحكم عليكي حكم. اه واخده بالك؟ قولي بقى. ليش حاجه فيها فرهده. لا خلاص. يعني انت مش واخده بالك انت اللي خسرانه وانا اللي هحكم؟ ايوه ايوه. انت يعني صاحبه البرنامج. لا يا دودي ما تقوليش كده يا دودي. بصي يا دودي. الحكم هو ادنك، يا تقلد لنا حد يا تغني لنا اغنيه حلوه. جرالي ايه من ساعة لما جاني؟ ده انا بخاف لو ثانية يروح بعيد. ده انا بقيت بالليل بسمع اغاني، اللي قديم واللي نازل جديد. جرالي ايه من ساعة لما جاني؟ ده انا بخاف لو ثانية يروح بعيد. ده انا بقيت
بالليل بسمع أغاني اللي قديم واللي نازل جديد، ده أنا بقيت بلبس أنا كيف وما بقولش لا على حاجة بيعوزة، وبقيت أشوف كل اللي بيشوفه والتعليمات بالحرف أنفذها. الله.